موجة سيول ضربت قرى كشكول في ناحية قرطبة في قضاء خانقين لم تترك خلفها سوى الدمار وموت المواشي، فضلا عن أضرار لحقت بمئة منزل. كوارث طبيعية راحت ضحيتها عائلات تعتاش على الزراعة وتربية المواشي وفقدت كل شيء بسيول ارتفعت مترا ونصف بحسب شهود عيان. هذا الحلال مارثنا كله راح، كل هاي اوضاع السيل وهاي معيشتنا عليها، اغنامنا بغرنا يعني اعلاف مالتها راحت، ومن عندنا هاي الحين طبعا ما جايه وهم راح، واحنا عيشتنا عليها يعني. والله يعني جاء مي اكثر من متر ونص، طب يعني طب بالحوش يعني عبالك انفتح السدود، مو مي يعني جرفت كل شيء، ما يعني مواد غذائية، مواد منزلية، أثاث، ملابس، يعني أكثر من حلال يعني بل تسعير رأس عندنا جيراننا يعني راح خطية. وبعد انتهاء الأمطار وتوقف السيول شكلت الإدارة المحلية لجانا لحصر الأضرار وأسهمت في توزيع بعض المساعدات الإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي، وهناك إجراءات في الأيام القادمة لتعويض المتضررين بعد مخاطبة رئاسة الوزراء. حقيقة احنا شكلنا لجان، وهي اللجان تتبنى عملية احصاء الاضرار اللي حدثت نتيجة السيول، سواء كان اضرار الحيوانات والمواشية واضرار البيوت. طبعا هاي القرية قرية زراعية بيها بيوت 100% ضررت. اليوم احنا استجبنا بشكل عاجل لتقديم مساعدات غذائية واغاثية لتخفيف الضرر عن هذه العوائل. وقد تضطر هذه العائلات للهجرة قصرا خوفا من سيول جديدة بعد ذوبان الثلوج في إقليم كردستان، وذلك لموقع القرى الحدودي معها أو الانتظار للحفاظ على ما تبقى من أملاك على أمل الإسراع في الإجراءات الحكومية لتغيير مجرى المياه باتجاه الوديان القريبة من هذه القرى الزراعية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.